القاعدة الثالثة. بعض الناس يقول الشرك فقط في عبادة الأصنام. فقط. أما عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذه ليست بالشرك. ويقول هو أنه لا يعبد الأصنام، هو يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد الصالحين، يعبد الملائكة. سبحان الله، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين، من عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من عبد الملائكة، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين شرك وشرك، وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نبي ولي جن صالح ملك. سنوية بارن معارو إلو فرسي إليو آية من بارفة إليو زي منوبو إليو بامنان منوبو إليو قلماسنا زنوي إليو منوبو روما دائكا زنوية سيمانا بكاوي تيكي فان بوسا تيكي فان بوسا ديا إيفا نطلون تنب الله سبحانه وتعالى وفارنا بكون أنتم الله سبحانه وتعالى. نعم.